مشاهدينا ومكملين وياكم أم الآحد، موعدنا مع رسامنا المبدع اللي دائما بحضوره يفتح لنا مواضيع جديدة، جواد مراد. يسعد صباحك. يا صباح النور يا هلا. حنقول لك أيضا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ربي. الله والله قريب بدي الحمد لله على السلامة يا عبد الله. أنت لسه ما إجا دورك؟ إجا بس قبل فترة. لا مبين عليك، ومع ذلك أصر تمام. أنه يكون موجود ويانا يعني. لا الحمد لله تمام. يلا واحد لازم. راح تقدر ترسم لنا لو لا؟ طبعا منيح، انه بس اذا يعني احتمال باي لحظه عطسه طايشه تكون يعني يصير يعني بس شوفوا يعني فوتوا تحت الطاوله ان شاء الله. انا بصراحه مصايب. صباح الخير عليك. اليوم يمكن موضوعنا الانانيه بالحب. بالحب؟ بالحب، الانانيه بكل شيء مو بس بالحب. فانت تقدر تاخذها الانانيه من كل النواحي يعني. تقدر تاخذها بالحب، تقدر تاخذها بالانانيه بصوره عامه، انانيه صديق لصديقه، زميل لزميلته، كل شيء. بالطبع هي موجوده بكل. هي الانانيه بصفه عامه صفه يعني مو حلوه، فتقدر تجسدها براحتك يعني. هلا يعني رايك بالانانيه؟ لا شك يعني كمان من الصفات المذمومه جدا انه راح تكون اناني. هلا دائما بين الصفه الذميمه والصفه الحسنه في يكون شعره مثل ما يقولوا. صح. يعني مثلا محبه الذات شغله كثير مهمه أسيل، يعني انه انا لما اعرف احب الاخر لازم اقدر احب حالي اول شيء، اعرف كيف اجازيها صح وكيف قيمه نفسك. تمام، يعني اجازيها سواء كان سلبا او ايجابا يعني. لأقدر كمان لأعرف لما بعرف أقدر حالي صح رح يكون فيني أقدر كمان الشخص المقابل لي شو ما كانت صفة العلاقة بيناتنا يعني. هذا الصح وبحدود. العفو، سواء كان صديق أو أخ أو زوجة أو حبيبة أو أي شكل كان يعني. ولكن الصفة لما بتصير إنه أنا ومن بعد الطوفان هاي هون بتصير المصائب كبيرة يعني، تندرج تحتها كثير قصص. بتبلش من قصة العلاقة العاطفية اللي بتلاقي الشخص بس بياخذ ما بيعطي، وهذا ما بتخيل انه حب، لانه الشخص اللي بياخذ يعني اللي ما بتنبسط يعني علاقة الحب عطاء بين الطرفين. لا شك يعني اذا انت ما بتحس بهي الجمالية خلينا نقول والسعادة لما حدا لما انت عم تعطي والاخر عم يسعد بهي القصة يعني، لما انا عم بحب الاخر وهذا الاخر عم ينبسط بيرتاح فانا كمان بنبسط، اذا ما عندي هي الـ الاحساس بهالنقطه هي معناته في مشكله اكيده بالعلاقه يعني العاطفيه، طالما انت عم تحكي عن الموضوع عن الانانيه بالحب يعني. ولكن يعني انا رح خلينا فيني نتوسع اكثر انه على قصه الانانيه بالحياه العامه، لما تلاقي الموظف مستعد انه مشان هو يرتقي درجه تمام يزي كل شيء حواليه يعني تبع انه شو بيقولوا يزحف، ولا هي بس للحب يعني. ممكن يزحف يزحف كمان حتى طرق الزحف تماماً موجود في كل أماكن لا شك يعني. للأسف لما بتلاقي مثلاً مسؤول عن بلد كرمال هو يأمن حال أولاده مستعد يحرق البلد بما فيها، وهذا اللي صار وهذا اللي وصل لهذه المراحل هذه. للأسف يعني لما تلاقي أنه قائد مجموعة مشان هو يبرز تلاقيه هو عم يعني ياخذوا فرصه من غيره مشان هو يبرز، حتى بكره قدم تبين انه فلان لعب اناني ما باصه تمام ما يعني ما عطى الباص. حتى بالحياه يعني الاسريه مثلا الاخ يسمح لنفسه مثلا انه يكون عنده اصدقاء ويفوت ويطلع ويتونس من انانيته، يمنع اخته انه هي لا ما تطلع ما يكون عندها صديقات. الاب ممكن يكون يعني اناني مثلا يميز بين شخص وشخص. الزوج ممكن يكون اناني انه هو مثلا يحرمها من شغلها، يحرمها من متعتها بالحياه، يحرمها من اثبات وجودها، يبطلها مثلا من الشغل، يمنعها انه تخلص دراسه. هذه كلها هي انانيه، انه ما يفكر غير بنفسه، انه اني افكر بس بنفسي باللي اني اريده. ولا لازم اقول في الشغل الاساسي يعني هو كلامش كله صحيح، وهي حريه شخصيه، واحنا مع انه المراه تسوي كل شيء تمارس دورها حالها حال الرجل بكل شيء، بس احنا لما عندنا عادات وتقاليد هاي محكومين بيها، يعني انه اني اطلع ويا اصدقائي اختي ما تطبط تطلع لازم، لانه هذا مو موجود. ممكن بس كل واحد الى وقته والى الاماكن الخاصه اللي تليق به، بس مو لدرجه الحرمان النهائي. مو الحرمان صفر، ولكن عادات وتقاليد احنا هاي بمجتمعنا العراقي ما نقدر نطلع منها، هاي ما لها علاقه بالموضوع اعتقد يعني. يعني هي الانانيه مثل ما حكى جواد صحيح انت هم قلتي، بس المثال هذا اعتقد يعني شوي صعب. انا احسه اناني يعني هي مو اناني يعني. هسه مثلا الاب من مثلا ولو اقطع كلامك جواد، يمكن الاب هسه من يمنع
بنته او مرته من الطب وطلع، هذا من الغيره عليهم وليس انانيه. اكو فرق يمكن بين الانانيه والغيره، يمكن يعني هي شعره، هو مثل ما قال جواد دائما اكو شعره فصل، يعني اكو حقوق اكو حقوق لهذا الانسان بالتمتع بالحياه مثلك يعني. مثله تمام. ولكن مو خرق للقوانين، لا خرق للعادات ولا خرق لل، اذا جيت علي انا شخصيا مع انه المراه تمارس حقها، تشتغل، تروح للكليه، تكمل جامعه، نعم، ولكن بالطب وطلع هاي حسب يعني اكيد ما تروح الاماكن اللي يروحها نفسها. حتى انت انا راح تطلع ويا صديقك اكيد ما في قصص مثلا، يعني هي فعلا انا برايي كمان هي تندرج تحت قصة العادات والتقاليد اللي واحدنا كمان يكون منافق فيها غالبا جداً. تمام، لانه انا مستعد اطلع مع صديقه لي معنا هي كمان هي بنت عالم وناس والى اخره، بس واحده قرايبي اختي ما ارضاها مصيبه كمان تمام، وكمان نفس الوقت الحال العام يمكن شيء. يمكن لا سالوك انه هاي شلون طلعت وياك، بس تقول لهم والله هاي مؤدبه محترمه، هاي مجرد زميله انا وياها اخوان واصدقاء كمان، يعني ليش ما تقبلها على نفسك؟ منتهى هو فعلا مثل ما تقول مصيبه تمام. والمهم فالانانيه من كلمه الانا جاي، يعني انا افضل حالي، انا فوق كل شيء تمام على اي شيء، حتى لو ما انا مستاهل، حتى لو ما بستحق هاي المكانه، فانا افضل حالي يكون بهالمكان او اخذ هالشيء وتكون لي فقط. يعني ما يعني هاي التملك تكون لي بدون ما أشارك فيها حدا، ما قصص مثلا بدها مشاركة مثلا، تلاقي أنه أنا أفكر بحالي مثلا أنه بهالأزمات هاي، يعني تلاقي الناس كلها تحلم بعض، يعني أنا عندي كل شيء وفي جاري ما عنده شيء، ما المستعد أساعده، لأن هاي الأنانية اللي الواحد يفضلها أنه بلكي بكرة أحتاج، لبكرة الله كريم، يعني طالما أنت عرفت كيف، يعني طالما أنت عم تعرف حدا في محتاج شغل عندك، أنت ما بدك إياها، ما بتلزمك على الأقل حاليا، يعني الاحتفاظ فيها بشكل او باخر هي انانيه. يعني لهيك عم اقول مثلا انانيه بتشمل كثير قصص، يعني من لحظه واحد يمكن عم يروح فيها على المدرسه بتبين، بس يعني تظهر مظاهر الشخصيه، لا واحد يكبر ويخطر ويموت القصص بتبين. صح يعني كل اسئله هاي، يعني هسه ذكرني بشغله يا جوال، انانيه الرجل مع المراه او حب التملك الرجل للمراه، يمكن المراه تحسه باعتباره سجن، يعني كانه هذا سجن، يعني قيد كل حرياته، رايك يعني بالموضوع؟ هو شوف، يعني يقال انه الذكر اكثر انانيه من المراه، كون المراه يعني الله خالقها سبحانه وتعالى معطاءه وام، ويعني انسانه عواطفها اللي تحكمها اكثر من عقلها، فيكون الرجل اكثر انانيه. بس اكو حالات بالمجتمع لا، اكو نساء هي انانيه، هي انانيه، على عبد الله صراحه، عبد الله تحس انه هو سجن او شيء طبعا. اي كاحساس، اي ممكن يكون ناطي احساس محبه، هو ناطي بمحبه، ولكن هي ده تستقبله يعني انه هو قيد وسجن. موضوع ثاني بصراحه بالضبط، يعني كمان لا تنسى، يعني هذا بصير موضوع ثاني، فكره انه العلاقه، يعني الشيء عم تحكي عنه قصه التملك، كان موضوع ثاني بتخيل أناني، هي ما لها علاقه بالجنس، حاله انه الرجل صار اناني مع المراه، اوكي ما لها علاقه بالجنس، شوف الانانيه بالذات ما بتجي، يعني ما بتجي بجهه واحده، هي أناني بتجي باكج كامل، هو موضوع يعني كبير أكيد تمام. يعني قصدي أناني هو أناني بشغله، ببيته، مع أصدقائه، مع جواد، أحيانا مثلا العمل هو مجموعة، لازم ما يكمل غير المجموعة، تشوف مثلا واحد اثنين من هاي المجموعة يعرف معلومات معينة تسهل العمل، ولكن ما يقولها للبقية الفريق من أنانيته، يريد هو دائما هو يكون هو بس، يعني هو اللي ينجز هذا الموضوع أو هو اللي يتميز بهذا الموضوع، هذا أيضا أنانية. أوكي أنا معك فيها 100%، ولكن كمان هذا الشخص تعبان على حاله، أنه يقدر على الأقل لما يقدم هالمعلومة لغيره يكون يعني مقدرة. في كثير اماكن بتشتغلي فيها اسير، انت عم تقدمي كل شيء عندك والجهه المقابله ما بتقدر اي شيء تمام. فبرايي انه كمان هالقصه بتصير تقنيه العمل تمام، وهي غالبا ما قلت لك يعني ما تكون صفه واحده انه انا بس بالشغل هيك. هلا الاناني هو اناني بكل جهه، يعني انا ما ورا ما شفت اناني بس بجهه واحده يكون اناني، هل في موضوع ثاني؟ بكل شيء، اي بكون كل شيء يعني تمام، بكل شيء بكل شيء. خلينا نشوف جواد، خلينا نشوف الرسمه، تفضلوا خلينا نشوف هزلتكم. نشوف. هلا الفكره انه ما اخذت الاناني يعني بالعلاقات العاطفيه فقط، بسرعه بشكل عام بالحياه، يمكن بجزء من اجزائها الرسمه تشمل حتى الحاله هي. استنى نشوف، داس على راسه حتى يوصل الهدف. صح، باختصار باختصار هذا الشخص اللي مستعد يدعس على كل شيء حواليه ليوصل لهدفه،
سواء كان مسؤول فنحن عم نحكي عن مسؤول الشعب، إذا كان موظف عم نحكي عن كذلك أمر، إذا كان مدير عم نحكي عن هيك. يعني مثلا كثير مرات يعني كنا نشتغل بأماكن، أنت مثلا أنت موظف صاحب فكرة صاحب شغل، فالمدير بتلاقي هو اللي ساوى يعني حول الشغل كله له، قال يعني حق المدير أكيد نفسه وأنت تعب كله كان تمام عليك. فيعني هاي القصة إنه في هدف معين، فهذا مستعد يدعس على يمكن هذا صديقه يمكن أخوه يمكن ابنه يمكن أي حدا، بس ما في صديق ما مشكلة يدوس على أي حدا حتى يوصل لهدف. تمام، الأناني مع كل الناس وأقرب الناس، فكرة مبسطة ورائعة ولو بعد 100 سنة بقى نياش ما راح نوصل لهاي الفكرة. يعني الفكرة هي الواحد هالفكرة يعني تستحق إنه نقول لك فنان جواد، عشان إيدك أعطيكم العافية في حلقات جاية أكيد.